على غرار أعتقد باقي التلاميذ والطلاب لاحقا، لا شك على أننا تأثرنا جميعا بأساتذة اللغة العربية واللغة الفرنسية كما كتبت في الرواية الأولى وحتى في الرواية الثانية. أحكي على لسان أبطالي على أنهم تأثروا بأستاذ اللغة العربية طلال شيحان، ويعتقدون أنه يتحدر من الشام وإن كان عراقي الجنسية. ثم أحكي أيضا عن الأستاذ بن مخلوف، وكان أستاذ اللغة الفرنسية وهو أيضا يتحدر من بلد جار شقيق. أعتقد على أن البدايات تكون مرتبطة بهمة أساتذة كتاتيب القرآن وبهمة أساتذة اللغات بمختلف تلاوينها، بما فيها اللغة الإنجليزية التي أتيناها لاحقا بعدما بلغنا من العمر مبلغا يعني في حدود 14-15 عاما في بداية التعليم الثانوي. الكتب الأولى التي درسناها بدون شك هي الكتب المدرجة في المنهج، ولعلنا نتذكر روائيين وقصاصين، ثم أيضا نتذكر ما يتأثر به أيضا أساتذتنا من مختلف المشارك ومن مختلف أيضا الخلفيات الإيديولوجية. وقد كنت على غرار أقراني متأثرا ببعض المدارس السياسية التي تحدرت من أحزاب عريقة في المملكة المغربية، وكان لذلك نصيب في تكويني وفي شخصيتي.